حياكم الله مشاهدينا الكرام في الفقرة النقاشية. حنتكلم لهذا اليوم وموضوع حلقتنا لهذا اليوم بيتكلم على ما بعد عيد الأضحى المبارك. بعد إجازة عيد الأضحى يعود الناس إلى أعمالهم وحياتهم الطبيعية، فمن كثف العبادة في تلك الأيام في أوائل أيام ذو الحجة يبدأ الآن بالعودة إلى ما كان عليه، وغير ذلك أيضا من الأمور والاستهتار، يمكن ترك الصلاة وحتى العبادة الأدعية بتقل كثير بعد العيد. فللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالدكتور ماجد عليمات، باحث جامعي أو باحث في الشريعة الإسلامية. فأهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بكم، كل عام بخير. وانت بألف خير يا رب. بداية حابين نتكلم عن ما أهمية عيد الأضحى بالنسبة للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. بداية تقبل الله منا ومنكم وجميع المسلمين، كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك، أسأل الله يتقبل الأعمال الصالحة جميعا إن شاء الله. العيد شعيرة من شعائر هذا الدين العظيم، بل إن يوم العيد عده العلماء أفضل الأيام عند الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل الأيام عند الله عز وجل يوم النحر، فهو يوم عظيم يشع فيه السرور والفرح والبهجة بإكمال الطاعة. عيد الفطر يأتي بعد رمضان، وعيد الأضحى يأتي بعد انتهاء موسم الحج، وفي ذلك اليوم يأتي بعد يوم عرفة، ويوم العيد هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر عند الله سبحانه وتعالى. فهذه العبادة ممزوجة بفرح، ببهجة، بتعاون، بصلة، بتواصل بين الناس، تنتشر بين المسلمين في أيام الأعياد قيم التسامح والتعاون والتحاب. يتفقد المسلم جاره وأخته وقريبه وصديقه وزميله، يتزاوروا، يتواصلوا، سواء كان بالاتصال، سواء عبر الفيسبوك، سواء بالزيارة، سواء بالاجتماع في لصلاة العيد. هذه شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين العظيم. نعم. يعني عيد الأضحى ما يميز أيضاً عيد الأضحى الحج ومناسك الحج وشعائر الحج، وكنا خاصة في يوم عرفة نشاهد التغطية الإعلامية، ولكن نتمنى أن نكون محل هؤلاء الحجيج. منافع ودروس الحج أيضاً هي لا تقتصر على الحج نفسه الذي ذهب إلى البيت الحرام وأدى هذه الفريضة والركن الأعظم من الإسلام، ولكن تنعكس أيضاً علينا جميعاً كمسلمين. فما هي الدروس والمنافع من الحج، هذا المدرسة العظيمة وهذه المنافع العظيمة أيضا؟ سبحان الله، الحج مدرسة تربوية متكاملة. نعم. وهي لا تقتصر على الحاج نفسه، هي نعم فائدة، قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، هي فيها منفعة للحاج وأيضا هي لغير الحاج. أعيادنا في الإسلام تأتي بعد عبادة، بعد موسم طاعة. نعم. إذا لاحظنا عيد الفطر بعد صيام، صيام رمضان، بعد الطاعة، فتفرح يوم العيد بكمال الطاعة. قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعيد الأضحى يأتي بعد يوم عرفة، بعد يوم الحج الأكبر، بعد أن وقف الناس لصعيد عرفات، هناك هم يدعو ونحن هنا ندعو، غير الحاج يدعو. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ونكثر الاستغفار. وأتى يوم العيد بعد يوم عرفة، سبحان الله، بعد إكمال الشعيرة العظيمة من شعائر هذا الحج العظيم. فيستفيد المسلمون حتى ونحن في أماكننا نحن نتشبه بالحاج. كيف ذلك؟ من أراد أن يضحي من السنة أن لا يحلق شعره ولا يقص أظافره. قل علماء الحكمة من ذلك حتى الله سبحانه وتعالى يعتق جميع أجزاء أجسامنا من النار. نحن نتشبه بالحاج في الدعاء يوم عرفة، لكننا نحن أيضا نصوم، نحن وكأننا سبحان الله نرافقهم عندما يذهبون إلى منى، عندما يقفون في عرفات، عندما يرجمون الشيطان، يرجمون إبليس، نحن نقتدي بهم. قال الله عز وجل ليشهدوا منافع، منافع عامة، إذا رأيناهم نحن نراهم يلبسون لباسا واحدا، لباس الأبيض، يذكرنا بيوم العرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى، يذكرنا بأننا دخلنا إلى الدنيا بقطعة قماش وسوف نغادرها بقطعة قماش. نعم. يذكرنا اجتماع المسلمين الحجاج في بيت الله الحرام يدعون ربا واحدا، دينهم واحد، لغتهم واحدة، كتابهم واحد، يمكن اللغات بتختلف من مشارق الأرض حتى وإن اختلفت اللغات، لكن سبحان الله الدعاء واحد، التوجه إلى رب واحد، إلى دين واحد، إلى قبلة واحدة. فنشهد هذه المنافع ونحن ننظر إليهم ونحن نتشوق، ونحن إن لم نستطع الحج لكن يكتب لنا بإذن الله الأجر والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى.
نعم. إذا دكتور حابين نتكلم أنه حتى في ناس بالنسبة لما راحوا يحجوا في بداية أيام ذي الحجة بدأوا يصوموا والتزموا بالصلاة والأدعية والمسبحة بناس جالسة في يدهم طوال أيام ذي الحجة، والآن بعد العيد قلت هذه الهمة، فكيف نعود أنفسنا أو نعود أنفسنا عفوا على الالتزام بالطاعات بعد العيد؟ يعني بشيء طبيعي في البداية، لا أريد أن نبالغ، من الشيء الطبيعي موسم الطاعة تزداد الطاعات في رمضان، في غير أكيد رح نكون في أفضل من غير رمضان، هي أيام مباركة. نعم في أيام العشر رح نكون في غير أكثر، ولكن المسلم ما ينسى أن حياته كلها لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي يعني حياتي ومماتي لله رب العالمين، فهي لا تقتصر على وقت محدد. والله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. يعني المسلم ينتقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة، لكن نحن كيف نلتزم ونستمر في الطاعة؟ إذا أردنا أن نلتزم ونستمر في الطاعة طوال العام علينا أن نعرف قيمة الالتزام بالطاعة. إذا عرفنا قيمة الالتزام بالطاعة وفوائدها وفضلها عندها نستمر إجباري، رح نستمر لا إرادية، رح نستمر في عمل الطاعة. من الأمور اللي تجعلنا نستمر ونلتزم في عمل الطاعة، أولاً نعرف أن الالتزام بالطاعة ويمحو السيئات ويكفر الله عز وجل الخطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره، الوضوء على أماكن الوضوء. قال وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط يعني الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام يقول يا بلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. طيب لماذا يا رسول الله؟ قال فإني سمعت دفن عليك أو رجليك بين يدي في الجنة، يعني رأيتك تدخل الجنة. فقال سيدنا بلال قال يا رسول الله والله أرجى عمل، نتأمل ليس بكثرة الأعمال لكن إن كانت قليلة لكن يكون فيها إخلاص والتزام إلى الله والتزام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمله ديمة، أي دائما أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله، ونتأمل في هذا الحديث، والله يا رسول الله ما توضأت من وضوء وتطهرت إلا صليت بذلك الطهور ركعتين سنة الوضوء. فبسبب هذه الركعتين سبحان الله يدخل الله عز وجل للجنة. فعمل قليل لكنه عمل متواصل. وأيضا نحن إذا نظرنا إلى الفوائد الالتزام أو كيف نلتزم بالعبادات، نبتعد تبعد النفس عن الغفلة. يعني أنفسنا إذا لم نشغلها بالطاعة أشغلتنا في المعصية. وإذا نظرنا إذا التزمنا في العبادة، العبادة بإذن الله عز وجل تواصلنا مع الله يعطينا قوة وثبات ويقين وتوكل واستمرارية على العمل. فهذه إذا عرفنا نحن قيمة العبادة عند ذلك سوف نلتزم بالعبادة ونستمر طوال العام، فليس فقط نعبد الله في وقت ونترك العبادة في وقت آخر، إنما نعم. صلاتي ونسكي ومحياي مماتي لله رب العالمين. نعم. طيب أيضا من أبرز مظاهر العيد دكتور ماجد أيضا صلة الأرحام والعلاقات الاجتماعية، تفقد الجار، زيارة الجار، بس للأسف بعد العيد تنقطع ممكن كل هذه العلاقات، أو ما بدنا نحكي تنقطع، تخف هذه العلاقات. كيف يمكن أن تستمر هذه العلاقات الطيبة وهذه المظاهر، مظاهر التراحم والزيارات بين الناس بعد العيد؟ ما يميز الأعياد، أعيادنا نحن المسلمين الحمد لله، أن نصير في تزاور. نعم. وفي تواصل، في تواد، وفي تعاون، وفي تفقد. حتى الغني يتفقد الفقير. يعني في الأضحية يوم العيد، وهذا يعني ملمح تربوي، الطفل إذا رأى الأب يأخذ من أضحيته ويعطي الأخت أو العم أو الجار أو الجد، يعني تخيلوا كيف يكون التواصل، توطد العلاقات الإنسانية. فنحن حتى بعد شهر الطاعة أو بعد أيام العبادة أو بعد أيام العيد إذا أردنا التواصل، التواصل صلة الأرحام لا يقتصر فقط على الزيارة، ولا يقتصر كما يظن بعض الناس أنه الأخ يزور أخته. لا، طب الأخت ليش ما بتزور أخوها؟ إذا أخوها تأخر وما زارها، أو ممكن عنده ظروف، أو ممكن انشغل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الواصل ليس بالمكافئ، يعني ليس يعني معنى صلة الرحم إذا أصلك تصلني. طب الأخت فلتبادر، الأخ فليبادر، لا تنتظر الأخت حتى يأتي أخوها في أي وقت، هي تبادر. ويقول العلماء يعني أعلاها الزيارة أن نزور بعض صلة الأرحام، وأدناها السلام ولو أن تسلم،
ولو أن ترسل لهم رسالة، ولو أن تتصل بالهاتف. فتحاول، لو جعل المسلم لنفسه زيارة لأهله أو زيارة لأخواته أو لعماته في الشهر مرة مثلاً أو في الشهرين مرة، وجعل ترتيب استمر طوال العام على هذه الزيارة، ما ينقطع صلة الرحم عنده كما يفعل بعض الناس للأسف، خلاص يجعل وحتى يعني يغرس في نفس أبنائه وبناته وعائلته أنه زيارة الأرحام فقط بس في العيد. من العيد هذه مشكلة. وربما بعض ينظر إلى الثقل أنه راح يأخذ معه هدية، راح التواصل يكون صعب شوي، تكاليف، أمور اقتصادية، ربما يكون انشغاله بالوظيفة، انشغاله بالعمل. لكن لو جعل أدنى ذلك، ولو السلام، ولو اتصال، ولو الرسالة، ولو يعني أي تواصل ما بينه وما بين أرحام، فيبقى طوال العام ملتزما بصلة الرحم. نعم. إذا دكتور تكلمت أنه ما شاء الله والحمد لله أيام مباركة عظيمة كانت. نعم. فيها طاعات كثيرة جدا. نعم. استفادوا منها كثير من الناس، فكيف من الناحية النفسية ممكن نستفيد من عيد الأضحى المبارك؟ ما هي الفائدة النفسية اللي بتعود علينا بعد هذه الطاعات؟ يقول علماء النفس، مجرد أن المسلم أو الإنسان يذكر أو يعرف أن هناك عيد سوف يأتينا، سوف تدخل السعادة يفرح. والبهجة والفرح والأنس والانشراح. إذا رأينا الوالد أو الوالدة في البيت يجهزون للعيد، زينة العيد، خروف العيد، إذا رأيناهم يستعدون في نظافة البيت، في تزيين البيت، في التفقد ماذا ووضع خطة ماذا يفعل يوم العيد، في اليوم الأول ماذا يفعل، عند ذلك سوف نجد السعادة تعم الجميع والفرح والبهجة. إذا رأينا الكل يتوجه إلى مصلى العيد، يبدأون بصلاة العيد، ثم بعد ذلك يذهبون إلى الأضحية، ثم يأكلون من الأضحية، ثم يوزعون ما يوزعون، ثم بعد ذلك الزيارة بين الأقارب وبين الأصدقاء والتواصل عبر الهاتف، عند ذلك القلق والأنانية تذهب. بل إن العلماء يقولوا سبحان الله، يوم العيد من كان يعاني من قلق ومن حبه للانعزال وحبه للجلوس لوحده، إذا تفكر في هذه المعاني فإنها تذهب، توطد العلاقة، توطيد العلاقة ما بين المسلمين يوم العيد، التواصل فيما بينهم، التفقد الغني إذا تفقد الفقير يصبح التواصل أكثر ومحبة بينهم أكثر، العطف أكثر. إذا كفأنا الإبن يوم العيد بالعيدية، وإذا ذكرنا الإبن بهذا اليوم أنه يوم فرح بطاعة الله. لكن للأسف بعض الناس يوم العيد خصوا زيارة المقبرة، المقبرة تزورها في أي وقت، صحيح، وهي من السنة الزيارة، بل حث الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، لكن أن تخصص يوم العيد لزيارة المقبرة وتبكي عند القبر، هذا ليس من فرحة العيد. نعم. عذرني دكتور إذا تكلمنا في هذا الموضوع، أنه في ناس للأسف بيكون الناس قريبين عليهم، أبائهم وأمهاتهم مقبورين في أماكن بعيدة، يمكن في القرية خارج المنطقة اللي يساكن فيها، وفي ناس بيتعمدوا أنه زي ما قلت أنت ضيعوا أجر وبركة عيد الأضحى مثلا في صلة الرحم بالزيارة إلى هذه الأماكن البعيدة، وفي ناس مؤمنين أن الفاتحة ما بتصلش للميت وهو في مقبرة بعيدة، ايش رايك في هذا الكلام؟ سبحان الله، هذه يعني نقول انها اقرب الى يعني الام البدع، الى الخرافات، الى الشيء الغير صحيح. مطلوب منا يوم العيد ان نسلم على الاحياء، لا نذهب الى الاموات. نعم. ممكن يوم العيد مر بجنب المقبرة ويعني وقرأت قرآن في المقبرة او مثلا التحية او سلمت على الاموات، ما في شيء، لكن اقصد الزيارة. بعض الناس يعني نراهم مر بجنب المقبرة، كل مرين يوم العيد بتروح الناس بتأخذ القهوة أو الحلويات بعضهم وزعوا الروح الميت. طيب في المقبرة يوم العيد الله سبحانه وتعالى جعل لنا هذا اليوم فرح وسعادة وسرور، لا ننشر الحزن. نعم الميت له قيمة عندنا والميت له احترام وله كرامة، لكن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، هو يوم فرح، هو يوم سعادة، هو يوم أنس. نعم. في حالة أن إحنا استحضرنا حد من الأموات هذول اللي مغلين على قلوبنا وهم بعيدين، ممكن نحن كلنا نذكر بكل الخير والعافية وندعو. نعم. له ونقرأ عليه الفاتحة. نعم. لكن من المكان اللي إحنا فيه، لكن نحن لا نفتح الصفحات القديمة والذكريات فنقلب فرحة العيد إلى تعاسة. نعم. وإلى حزن وإلى بكاء. أو حتى بعض الناس يعني نسمع يوم العيد بيسلم على ميت مات من فترة بيقول له عظم الله أجركم. طيب هذا ما ذكرت كأنك تبكي، وبس بل إني رأيت بعض الناس بكى بسبب هذا الكلام يوم العيد. نعم. فتذكر الميت وتذكر. نعم. قريبه
هذه ليس من حكمة العيد، وهذا ليس منهج الدين ومنهج الشريعة، لنا أيام نفرح بطاعة الله ونستغلها بطاعة الله عز وجل. يوم العيد كما قلت الأنانية تذهب والقلق والسعادة تأتي والفرح والبهجة، فتجد الجميع مبتهج يفرح سعيد يفرح يتأمل يتذكر يفرح بهذه الطاعة العظيمة وبهذه ختام هذه أيام العشر المباركة. نعم، أيضا إجازة العيد دكتور كانت فرصة للموظفين للراحة وممكن للجلوس مع العائلة، ولكن في بعض الموظفين يعني ممكن بيعانوا شوي بعد الرجوع للعمل. كثير منهم يعني ممكن أنا منهم بعد الرجوع للعمل بعد هذه الإجازة الطويلة، كيف نعود بهمة ونشاط عاليين بعد إجازة العيد؟ الأخصائيين يقولوا الإنسان بحاجة إلى بين فترة وفترة إلى راحة وإلى إجازة. حتى وجدت في الدول الأجنبية والدول المتقدمة صناعيا لهم 3 أشهر في نهاية السنة راحة. والآن في مطالبات في بعض الدول بدل أن تكون عطلة يوم الجمعة والسبت أو الخميس والجمعة تكون 3 أيام نهاية الأسبوع. العقل يحتاج إلى راحة، إلى استرخاء، الجسم يحتاج إلى استرخاء. نحن بحاجة إلى أن نجدد نشاطنا، بحاجة إلى أن النشاط والحيوية واسترخاء، أيام عطل وأيام دوام. أما كله دوام وضغط عمل ماذا يسبب؟ يسبب أمراض، ماذا يسبب؟ يسبب لنا مشاكل حتى صحية. فالإنسان بحاجة، يعني لو نظرنا أو تأملنا حتى الآلة الكهربائية إذا ظلت شغالة طوال الوقت تتعب، التلفزيون تخرب، الغسالة، الثلاجة، بحاجة إلى راحة، تتعب وسوف تنهك. وضغط العمل وكثرته عند الموظف ومع الأيام والأشهر عند ذلك يسبب له أمراض ويسبب له بل إنه راح يسبب له ضغط في العمل، راح ضغط العمل يسبب له يعني أثر على عقله وعلى جسده. نحن الآن للأسف بعض الناس يعني يوم ما الذي يحصل معه؟ ليش يكره الدوام بعد الإجازة؟ حابب يظل في إجازة وفي عطلة. يقول الأخصائيين وعلماء النفس بعض الموظفين إذا جلس في العطلة هو وضع في نفسه يريد إجازة مستمرة، يعني ما يريد عمل بعده، خلص بده بيظل إيش في إجازة، بيظل مريح نعم. الآن يبقى هو بده يظل مريح لكن بيفكر هو في العطلة في إيش، في الدوام. نعم، فيتنغص ويتنكد، رابط دماغه بالعمل حتى هو ما بيشتغل. هذا الرابط، هذه مشكلة. طب الحل طيب لما ليش يتنغص يتنكد؟ غالبية الموظفين يتركوا الأعمال قبل الإجازة إلى بعد الإجازة، بظل هو في الإجازة يفكر إيش في الأعمال، صحيح بظل في إرهاق، بظل في تعب في جهد. فالخطوة الأولى علينا أن لا نترك الأعمال. الإجازة تأتي أو العطلة تأتي بعد انتهاء العمل ليس قبله. ما أرحل الأعمال كموظف أرحلها إلى ما بعد العطلة. الأمر الثاني، لو إحنا في العطلة أو في الإجازة تواصلنا مع الزملاء كل في دائرته، الآن أنا الجو راح يكون موجود معي، أتواصل بالاتصال سواء بالزيارة أو بغيرها، فنفسيا ببقى أنا إيش على تواصل مع زملائي وكأني قريب للعمل. لكن إذا انقطعت عنهم تماما والآن بكرة بدي أروح للدوام راح يكون عندي شيء صار نفسي جديد إن أنا بدي أرجع للدوام. نعم، حتى هم بيحسوا انه انت اختفيت شويه، ريحت منهم وما ريحوا منك. في احد الزملاء قبل فتره راحوا زياره الى اديس ابابا في اثيوبيا، فراحوا مجموعه زملاء، واحد صديق عندي بيقول قلت له كيف الاجازه معك؟ قال ما حسيتش بالاجازه، انا بنتلفت عندي هنا زميل وهنا عندي زميل. نعم، وجالسين نتكلم على نفس المواضيع اللي احنا نتكلم فيها اليوميه في الشغل، ولا حسيت فعلا مثل ما تكلمت عن دكتور. حتى الخطوه الثالثه سبحان الله، الخطوه الثالثه بالنسبه للموظف اول يوم دوام ما يكثر العمل. للاسف بعضهم اول يوم دوام العمل كله موجود أمامه، بيشتغل بده يكمل كل معاملات الموظفين، كل الشغل اللي عليه بده يشتغله، فيرهق نفسه في أي يوم مع أول يوم عمل بعد الإجازة بعد العطلة، فيتعب ذلك اليوم وتكون مشكلة بالنسبة له وصدمة له، تعب جسدي ونفسي وإرهاق كبير. نعم، الله يسعدك، الله يسعدك. إذن الدكتور ماجد عليمات باحث في الشريعة الإسلامية، شكرا جزيلا لك، استفدنا منك كثير في هذه الفترة. شكرا جزيلا لكم، كل عام وانتم بخير، تقبل الله منكم وانتم بألف خير، يعطيك العافية.